من 60 دولار إلى 36، يعني خصم 30 دولار. السلام عليكم ورحمة الله. وأخيرا نزل تحديث شهر 9 وهو دبل الباونتي هنتر. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. وأخيرا نزل شهر الباونتي هنتر. بالنسبة لي أنا شخصيا أشوف الباونتي هنتر هي أفضل وظيفة في ردد، ممتعة بشكل رهيب. طبعا بعدها تجي المونشاين أكيد. دبل الشهر هذا أو الخصومات صراحة فيها أشياء حلوة وفيها أشياء مخيبة للآمال، خصوصا للي توه مبتدئ ويبي وظيفة الباونتي هنتر. خلونا نتكلم أول شيء على الخصم. عندنا خصم 5 قطع ذهب على وظيفة الباونتي هنتر، وأنا أشوفه يعني خصم سيء صراحة، لأن الباونتي سعرها كاملة من 25 قطعة ذهب إلى 30 قطعة ذهب، ومسوين 5 قطع ذهب، يعني المفروض تكون 10 كأقل شيء أو 15 قطعة ذهب، ولكن للأسف الخصم يكون 5 قطع ذهب فقط. وعندنا من الأشياء اللي مخيبة للآمال، عندنا دبل فلوس وإكس بي فقط على الباونتي العادي أبو دولار أبو دولارين. من الأشياء المخيبة للآمال في دبل فلوس ودبل إكس بي على الباونتي العادي أبو دولار، وفي دبل فلوس ودبل إكس بي على أبو دولارين، ولكن في دبل فلوس ودبل إكس بي ودبل ذهب على سيئي السمعة أبو 3 دولارات. ولكن لازم تكون شاري وظيفة الباونتي هنتر كاملة نسخة البريستيج وسعرها 25 قطعة ذهب، قول مع الخصم سعرها 20 قطعة ذهب. يعني إذا ما كنت شاري وظيفة الباونتي هنتر كاملة ومو شاري رخصة البريستيج ما تقدر تلعب سيئي السمعة. فهذه من الأسباب اللي قلت لكم مخيبة للآمال. فهذا الشيء أنا أشوفه مخيب للآمال، معلش يعني. وعندنا طبعا دبل فلوس ودبل ذهب ودبل اكس بي على الباونتي الاسطوري. انا متعتي ولعبتي هو الباونتي الاسطوري، استمتع فيه لو ما يعطوني ولا شيء، ولكن يفضل انهم يعطون دبل ذهب على الباونتي العادي مو على الاسطوري، لان الاسطوري ياخذ منك وقت على ما تخلصه، اما الباونتي العادي هذولا تخلصهم بسرعه ممكن تطلع ذهب كثير. اما لو نضغط مثلث نروح للباونتي الأسطوري اللي عليهم الدبل الفلوس ودبل ذهب ودبل اكس بي، ولكن مثل ما قلت يطول. يعني إذا جبت نجمة واحدة وجيت بعد، إذا جبت الباونتي هنتر الحين لازم تنتظر 45 دقيقة عشان تلعبه ثاني مرة ويصير نجمتين. الحين هو نجمة بعدين يصير نجمتين، وتجيبه نجمتين تنتظر 45 دقيقة تجيبه 3 نجمات، تنتظر 45 دقيقة 3 نجمات 4 نجمات لحد ما يجيب يصير 5 نجمات مثل هذا. خلاص 5 نجوم معناته انه هو ماكس، وعليه دبل فلوس ودبل ذهب ودبل اكس بي. انا اشوفها صراحة دبل سيء بالنسبة لي انا شخصيا. لو مخلينا على الباونتي العادي اشوفها راح يكون بصراحة اسطوري. وخلنا نشوف الخصومات. عندنا خصومات عند الاسلحة، نروح على طول للأسلحة، نروح للشوتجن. عندنا خصم من 258 صار 129، من 185 إلى 92، من 400 إلى 200 خصم حلو. وعندنا بعد الإكسسوارات نشوف شنو فيه. عندنا خصم على الحزام مال السلاح الإضافي، أنا أشوفهم صراحة معلش يعني ما في وقت للمجاملات صراحة أبدا أبدا. حنا الحين ما عندنا وقت للمجاملات، خصوصا أنا كثر ما حلبت أم اللعبة فما عندي وقت إني أجامل، فما أشوف إنه في يستحق خصم. شنو 7 دولار؟ يعني 7 دولار 6 دولار
$15. شنو الخصم بالموضوع هذا؟ شوفوا خصم جدا تافه صراحه، ما ادري اذا انتم مهتمين ولا لا، اتمنى تكتبوا لي بالكومنت. نروح الحين نشوف الخيول. طبعا عندنا خيول عليهم خصم، بس انا ما ادري اي خيول بالضبط، فهو كل شهر المفروض يكون فيه خيول المفروض. فنروح نشوف. على طول للستابل. شنو تتوقعون خصم الشهر هذا؟ طبعا تو نزل الحين، عندنا خصم بعد على العربات. حلو، عندنا خصم لا على الريدينج. نشوف الاسعار. لا حيل ما اتفقنا، والله حيل ما اتفقنا. يعني $30 و $50. انا اشوف الارقام هذه، الارقام $20 و $30 هذا المفروض ما تسوون عليها خصم. المفروض يكون الخصم على الشيء الثقيل، ابو $500 $400. شنو مسوي لي خصم $30؟ معقوله يعني خصم $30؟ طبعا اشوف يبقى سيء الامانه. خلينا نشوف المورغان. يعني خيل سعره $55 مخلينا $33، يعني خاصمينا تقريبا $20. ليش $20 يا روكستار؟ يعني مو لهالدرجة يعني. بصراحة يعني أنا من الناس أتفاعل كثير، ولكن إذا شفت الشيء محبط لا أقول معلش، لا ما في وقت للمجاملات. نشوف الخصم هذا. تخيلوا من $60 إلى 36، يعني خصم $30. أنا أشوف هذا، أشوفها تطفيش، هذا مو خصم صراحة. نشوف اللي بعده. المالتي ممكن يكون زين، ممكن أتمنى يعني، ودي بالعربية صراحة. الموستينج حلو، أبو ذهب ممكن أوكي نمشي حاله. هذا خصم 200، 8 قطع ذهب. يعني الموستنج فيهم خير شوي يعني، معلش اشوفه خصم للي ناوي يشتري من خيول الموستنج، اشوفه نوت باد. نعطيهم نقطة يلا. نروح للي بعده. اتمنى ما انسى شيء، بحاول اني اشوف كل شيء موجود. ايش رايكم الان نروح للفيكل؟ هذه عليها خصم من 800 الى 600. حلو 200 حلوين. تطويرات في خصم على يعني، بس ليش مو حاطين؟ لان انا شاريها اساسا. هذا شنو اللي هو ستيكر للعربة، في ستيكرات مثل ما شايفين مخططة، بس لاني شاريها مو مبين السعر، فأشوف الخصم هذا ما له داعي صراحة، لأن أنا شريت الستيكر مال العربة بس ما قاعد أشوفه، يعني ما أحس إني شاريه. شوفوا هذا المخطط الأصفر شايفينه، يعني مو واو واو، يعني أشوفه حيل عادي. نطردها. إيش طلعت معاي؟ نروح الحين. طبعا بسوي مقطع اكيد خاص للملابس المجانيه بحساب ارثر اكيد. الحين نروح نشوف الفنس، ممكن يكون في خصم. الله على المكان والله على الجمال، هذا المكان اللي يخليني ارجع لردد. هذا هو مكاني، هذا هو مسقط راسي. بصراحه لحد الحين اقول ان خصم الوظيفه سيء، خصم الخيول شوفه جدا سيء، يعني خصم $30. ليش؟ سلامات يبا. نشوف الفنس. ايش عندك من خصم بعد؟ لا شكوى بيع. شراء. ليش ما يطق؟ حلو عندنا
عندنا خصومات، بس أنا مشكلة مقفلات عندي، شوفوا ما أعرف أسعارهم كم. في خصم بالفنس، عندنا هذا خصم، بس ما نبي هذا، نبي حنا شو، نبي الوصفات. للأسف ما في الخصم، المفروض يكون على هذا الشيء، هذا الشيء اللي يستحق انك تسوي فيه خصم يا روكستار، اللي هو وصفات الفنس. وصفات الفنس تعتبر من اقل الاشياء باللعبة، هذه اللي فعلا تكسر الظهر. يشوفوا طبعا انا شاريهم على 1000 وعلى 900 وعلى 1600، هذا اللي المفروض يكون عليه خصم. ما تسوي لي على نايف سعرها 20 دولار او 10 دولار، على البولاس ليش؟ عموما راح نعطيهم فرصة، راح اجيب باونتي اسطوري نجمة واحدة، نعطيهم فرصة نشوف يعني هل راح يكون في دبل حلو. فنروح ناخذ لنا ذا ليجندري باونتي اكيد، لانه انا الباونتي انا استمتع فيه صراحة. في محماس انا مكسته يعني جبته ماكس، جبت جميع الباونتي الاسطوري كلهم 5 نجوم. وبعطيكم معلومة، ترى انا بنام، انا كنت بنام بس قمت اقلب شفت ان في ستيم مكتوب ان في تحديث وهذا، قلت خلنا ندش، فعلا طلع نزل اللي هو سوي البولت عشان اجيب الباونتي بسرعة. فدخلت اللعبة شفت ان دبل، شفت ان دبل الكوليكتر راح، معناته انه شنو، معناته انه بدا دبل الباونتي انتر. يلا نروح نجيب لنا باونتي اسطوري نجمه واحده، طبعا نختار كارميلو مونتيز. الله هذا خليه ولي، لا وولف مان يغثني، لازم الدوره. لا والله شوفوا يمكن، ممكن ابى اشوف لي اسهل واحد. هذا هذا لا هذا 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 ما ي... هذا ما تقدر تقتله، هذا تضربه تضربه لحد ما يطيح نكة اتوقع، هذا هو، فهذا راح يكون صعب شوي. حلو، ايش رايكم نجيب دا يبى تدري شلون؟ يبى اجيب هذا. يلا شوف المشهد السينمائي، انا لعبتي في المشاهد السينمائية. يلا خلينا نشوف المشاهد ونشوف كم يعطونا الدبل او الذهب. الله اتعب على المشهد، والله اتعب، شيء فخم شيء فخم من الاخر. هي على المونشاين شيء فخم. I hear he went to the Lemoyne Raiders over near Fort Brennan. أتمنى يكون معاي ال up to a point. أتمنى يكون معاي لحم التمساح، أتمنى. So I'd come ready for underhand tactics. مو هذا الخطأ اللي سويته إني ما خذيت لحم تمساح عشان أخلصهم بسرعة. يلا خلنا ندمرهم بسرعة، نجيب البولت. جيب البولت وجيب اللانكستر. أنا بجيك حبيبي، أنا بجيك، لا تعذب حالك ولا شيء، أنا بيك، مو أنتوا تبوني.
انا اللي ابيكم. اقول لكم وين وين مديركم؟ الباونتي ما بين لحد الحين. وينك وينك يا باونتي؟ ترى جانا جانا النوم. وينك وينك يا الباونتي؟ ترى جانا جانا النوم. البومنت هذا واحد فوق. اي الحين شوفوا الحين جو القم. معاكم هذه حبايبي. يلا يلا وانت معاهم. يلا يلا نبي مدير. مدير وين مدير؟ مدير اوب اوب اوب. هذا لا 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 تموت لا تموت يا روز يا روز. هذا الباونتي طلع خلاص. خلنا نسحب عليهم. اسحب اسحب عليهم. خلي يولون خلي يولون. مو فاضي لكم حنا حبايبي. حنا هدفنا هو المدير. حنا هدفنا العود الراس الكبير. تعال تعال يا خيلي يرحم امك. بروح اربطه بسرعه ابي اسلمه بسرعه. ما بينتظر نص ساعه. مستحيل انتظر نص ساعه لو يقول نعطيك خمس قطع ذهب. في من الاشياء ال امشي امشي. شوف 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 لا يروح لا يدش عندهم. وين هو؟ شوف 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 والله لا انزل لك والله لا انزل لك والله لا انزل لك واربطك قدام ربعك. شفت جماعتك وشلتك هذولا اللي محتمي اللي محتمي فيهم. حلو حلو سريع سريع سريع. ربطه ربطه راح شوف حط روحه غبي. ربطي ربطي يا مروز. ربطي ربطي يا مروز. ربطي ربطي يا مروز. لانهم ليش تحسونهم اقبياء؟ لانهم نجمه واحده بس يصيرون خمس نجوم يصيرون مجانين. سريع 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 خلاص خلاص. يلا 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 ايزي بوي. يلا خل نروح نسلمه. صوت صوت والله اعطيته واحده بوجهه. يلا خل نروح نسلمه. الحين وصلت بشيل الفيس كام. بريفين خل نشوف الذهب. طبعا احنا اهم شيء عندنا الذهب اهم شيء. صفر صفر فاصلة 16 ذهب شيء سيء جدا. إنه خبر مؤسف. صفر فاصلة 16 ذهب يعني دبل بيض بصراحة. صراحة دبل سيء جدا الشهر هذا. ولكن كوني أنا يعني لازم أنام ف بالمقطع الجاي ممكن تشوف الملابس المجانية والأشياء اللي ما ذكرتها راح أذكرها إن شاء الله بالمقطع الجاي. فبالنسبة لي أنا شخصيا أشوفه التحديث سيء ما عجبني. وأكيد رأيكم مهم. اكتبوا لي بالكومنت ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم. وليش ليش يا روك ستار؟
ليش ليش يا روك ستار؟ شو التحديثات الزبالة هذه؟ وليش ليش يا روك ستار؟